تطلعات الشارع في صلاح الدين بحسم مسألة العد والفرز اليدوي والشكاوى والطعون بعد انقضاء المدة المحددة لها. فتشكيل الحكومة المرتقبة هو ما ينتظره المواطن الذي عقد آماله بحكومة حسب ما وصفها بالقوية التي تعمل جادة على رفع معاناته. إنهاء كافة المتعلقات بما يتعلق بنتائج الانتخابات والطعون وغيرها، على المفوضية أن تكون جادة في العد والفرز اليدوي والإسراع في هذا حسم هذا الموضوع. نتطلع إلى تشكيل حكومة جيدة، حكومة قوية تختلف عن باقي الحكومات، لأنه ترى أنه مثلا واقع المحافظات المنكوبة تحتاج إلى حكومات قوية جادة في إعادة الإعمار، كمحافظة صلاح الدين مثلا تحتاج إلى الكثير والكثير. الوضع الخاص الذي تعيشه محافظة صلاح الدين إذ أنها تتصدر المحافظات الأخرى بملفات الفساد، وما زيارة رئيس الوزراء السيد الكاظمي ووصفه بأنني لم أجد من المحافظة غير الاسم فقط ببعيد. لذا فإن المواطن يعول على تشكيل الحكومة في القضاء على الفساد وإعادة الإعمار والحفاظ على المكتسبات الأمنية. عدم تشكيل الحكومة يؤثر سلبا على المحافظة، يؤثر على الاقتصاد، يؤثر على كثير من الأمور، على العمل، على الأمن. فنطالب بتشكيل الحكومة ونأمل من الحكومة الجديدة بأن تلبي الطموحات بإعادة إعمار البنى التحتية، بإعادة إعمار المحافظة بالكامل، كون صلاح الدين من المحافظات المدمرة من قبل الأرهاب. ويبقى المواطن متطلعا إلى تشكيل حكومة انتخبها لتعينه على تحقيق طموحاته وآماله المختصرة بعيش كريم. ترقب وأمل في تشكيل حكومة عابرة للطائفية والمناطقية والمحاصصة وذات يد ضاربة للفساد. فالشارع هنا في صلاح الدين مجيش بآماله في حكومة تعيد للعراق توازنه الاقتصادي ومكانته التي يستحقها. من صلاح الدين فراس الحسني، الصغير.